أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصوب تهي مع السنين كسو دوار ورقة دورنمي أعلن سيدة ميديا ودورنمي أربعة وقضة بحساسي أي نصو سعودة فضلاً نلاتشوك وراركي قدن بيا يا كسو بحي يشير حساسي وأي يشن فهد ياسين أو لصو بحي أود دي سي إسلام مركاسين اللا كل مي تليا شعيدة مدى بوليسكا ملتيريغا إيو كان قوبل كبنادر قريغا أوم مدحتويدا صوماليا كدقن يهي قاسمي هوري هيا دنسة فهد ياسين سين حاج داهر ايا وحا حالي كدعي شر حساسي او لي شي تليا شعيدة مدى الى وراديو كدو شركاسي ايا علان سيدة ميديا وحقيجين قريغا فهد ياسين اي مدح تويدا كد حيالا او شر اوغا صعدي فهد ايو تليا ياشا بوليسكا جنرال حجار بوليسكا قبل كبنادر فرحان قارولي كسي مها النسا ومقا عاب مدح وينا وقتي كدعي محمد عبدالله فرماجو ياسين فري ايو سراكيل كلي لما اوغا قرشا كدن بي شركاسي حالي اصعدي فهد ياسين يتلياشا عيدا مدى بلسي وحا موقتا ان فهد او ولي سامين كدح لي يهي تلياشا عيدا مدى اسلام مركاسين اي ماتن كيسا مقدش او حالد اي اللولان سياسدد اي دالك وحكا بدالي كراكو سمينا يو فهد ياسين اي شالي ديبوغ صلابت مقالد مقدش كدب مالما او كو حيرنا اي دالكاسي تركيغا اي يدا او ورر كاي شيغيان انو كو يمد ديارت قاساهي مقناشا فهد ياسين ايا لو اركا ان اي قيب كا اهي ده قول در روين كي سياسدد اي او تضباد يداني دوا وجه اي مدح وينا وقتي كدعي محمد عبدالله فرماجو او ورباهنت اي دقالها دولد دا او كلاو ريغ ريز الوزار الروبلي كولان كاني او كسو عدي فيلا صوماليا وحو كسو اذي يا اي دو شالي اي دعين كولاما دور اي او كساب سنا وان وان تلقى دحو دي مدح وينا وقتي كدعي محمد عبد الله فرماجو اي ريز الوزار الروبلي قدية اي هقا من ايان مدح وينا هقا المدوك احمد عبد الكاري قورقور اي قدوميه قلها وقتي جي سدا ماضي اي شعبك محمد مرسل شيخ عبد الرحمن اي دوان اسكو هولي اين اي حاليان قلافك فرماجو اي الروبلي بلس الا اي هدا ما جرتو وحرمر اي او لقا سميي ما دام سدح قضب او صو ساري فرماجو دنك كلانا سدح ذي قضب او صو ساري فرماجو او قبي اهم بديدي ريز الوزاري محمد حسين روبلي مدح وينها وقتي كدعي محمد عبد الله فرماجو ايا قبي اهم بديدن وزير كامنيغا عبد الله النور سيدو كلانا وحا وديدن يا هاي تليها لو مقا عابي النسا قبي اهم بنا وحا ويري كيس كي كران تهليل وان لو ديا قدقي انيغا انصو مقا عابي حالة دا ايا امين كميل هاليس ايكو سي سعطو ما داما فهد ياسين امين كاو سياسة حوقن كدح وضو في لا صوماليا دينا عكال وزير كوزارة مالية دا حكومة فدرالة صوماليا مدن عبد الرحمن دعال بيلي ايا شير قدومي كولان كبلها اح اي قدقا مامل وانا جماليه دا اولوغا دودي سي وديد دا ايا هرمارين تمامل كماليه دا دوينها ورقرا الله يوصو ساري وزير بيلي ايا او كويري وحا عن شير قدومي كولان كي بلها احا اي قدقا مامل وانا جماليه دا FGC او ان اوغا دودني سي وديد دا هرمارين تمامل كماليه دا دوينها وزير كاو امهد عليا هاي ادها دولد دا شركة كسو قيب غلي ايا شيغي اني كاقو انت هاي كردقان كهفنان دولد وناك اسل حسابتن ايا دا فرنان ايو يري حنان كدبو هبينتا ماليا دا اي حد كسعود دالكينا وحا ان هوستا كوضا حريخني ان اينغا قو انت هاي كردقان كهفنان دولد وناك اسل حسابتن ايا دا فرنان ايو يري عبد الرحمن دعالة بيلي وزير كماليا دا دولد فدرالك صوماليا لنا عكلا مدحوين اللفتة قرين او مقا عابي سميي مدحوين هدولة قبلات كوفر قلبيد مدني عبد العزيز حسن محمد اللفتة قرين ايا مدني اذن مختار سوريا ومقا عابي حير إلالية هقود إيه دولة قبلات كوفر قلبيت وريكتا كسو بحري حفيز كاللفتا قارين ايا لغو شاعيي إن ننكاسي لو مقا عابي حير إلالية هقود إيه مامول كوفر قلبيت دينا عاكلا قوديقا دورشادة أخل كسر إيه سومالي لان أو لغو نواقي جدولكا قوديقا مامول كدورشادة حيلي باندا لبدا أقل إيه سومالي لان ايا شاعي جدولكا دورشو ينكا حبنها أخل كسر إيه قبلات وقوي دورشادة أخل كسر إيه كاكوبان كو إيطوان كحبنو دا أيا لغو ودا إن دبا ياقضا بشاني أي كدع دو مقالة دو مقدشو مالين تقميز تاهي وحا بلاوان دون تا ديوانجلين تا مشرحين تا إيو شهادة سين تا مشرحين تا سكستبها آهاتي عبد حاشي عبد الله أيا قبي أهام بلو حري هل كرسي ما داما لغو شرفي كرسي عبد حاشي عبد الله أيا وحا الله شيغ إن آن للا ترتم كرين أسيغا أو كليا أيا أو ترتم أيا fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah cali jaab ku jira oo jawaab degdeg ah ka bixiyay barnaamijkii la fasaxay oo na fasaxay wasiirka cusub ee amniga ee master roble magacaabay gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasada maamulka gobolka banaadir cali abdi wardheere cali yare ama cali jaab ku jira ayaa shir jiraaydu oo xalay qabtay waxa uu ka hadlay barnaamijkii uu fasaxay in uu muqdisho ka dhaco wasiirka amniga abdullahi maxamed noor isla markaasina uu magacaabay ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble
علي يرى أيها وحاو سي كلول أغو فالعليي أهرين تاسي كونا شيغي مدى آن دعي كارين إسلامار كاسينا شيغي إن أمنيغا عاسي مدى لغا حكومة حفيزكا قدوميها إساقا كيهي قدوميها علي يرى أيها شيغي إن أمنيغا عاسي مدى هاي أدها كهول غلا أيسان أخبالي دونين بنا بحكا دع مغالدا مقدشا إساقا وشيغي إن يجري كران فلال أمني لد كو أه إن لا أبابو لكرو أيو سبب أغو ديكتاي حالة دا ياسي عكريسا هادالك علي يرى أيو حالة شيغي إيادو شلي غلا بوزيركا أمنيغا وروبلا دوان مغا عابي او شيغي إن دبد بح او فساحي خويس كي كران تهليل آي كو قبسان كران مغالدا مقدشو إسلامر كاسينا سي وين لوغو سوهر جيدي دونو فاد ياسيني مدحوينا وقتي كدعي محمد عبدالله فرماجو حالة دا مغالدا مقدشو أمني جيدا أيا إمن كوحي نقطي لولان آدو علوس إسلامر كاسينا وزير كأمني جايا وعاكو مري إن او طلابا كقادي دونو عدي كور تمادا علي جاب كجرو اسكو هلين يا فهد ياسين يا مدحوينا وقتي كدعي فرماجو أيا أسنا وحا او شيغي إن او سن بنام بح كدعي كرين مغالدا مقدشو مدانو يعني أرنتن ودني وخلافنا قد احتري الحمد لله رب العالمين وانو دمين كاس ورانو هادا بدن وانكو داريا مجرو انتي او يلي ايا نوء وانكو رعصانا هاي وايتا هاي سدا او شيغي ايا كل مدايسان هاي وانكو رعصانا هاي ادي اد بادو ما هاتسنتي دورشادو haddii aanay toosnayn dibay keenay waana sida loo sheegay dibka anaguna way aragnimaan u leenahay Soomaali doorasho xumaato way aragnimaan u leenahay dariskeena maanta wax ka dhacay dalalka dabeecadeena la oo dagaalada suqay ka soo baxay oo Afghanistan iyo Libya iyo Iraq iyo kulli ay ka mid yihiin maanta wax ka dhacay iyo xaaladda ay ku sugan yihiin oo ay u sababtay doorasho shalay xumaatay doorashada yaanay naga xumaanin hore noogama xumaanin wada ogolaan ku soconay dadka Soomaaliyeed hal loo nuglaado waxaan leenahay golaha waxaan leenahay madasho ha u nugloonaato ha dhageysato dhawaaqa dadka Soomaaliyeed waa maadsan tahay balweyne waxa ka dhacaya anaga raali kama ahin kuma faraxsanin laakiin ma xuq ururin badanaan ku jirnaa ayadana maalinteedan mowqifkeena ka soo saari doonaa diyaaliira maanta laakiin shirka golaha ee inta ka socda iyo mowqifkii xalay ka soo baxay ka jawaabistiisi waay arrintii Iran waxa xuq ururin iyo raadina ku jirnaa waa la xiriiro waa inaad dadka iyo deegaankii mowqif aan idan ka yeelan doonaa waa maasintii dagaysto ogow hadaan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka